إذن نبدأ مشاهدينا بموضوعنا الرئيسي والذي تحدثنا به عن موضوع الخطف. الخطف على خلفية الديون أحد الأساليب التي أصبحت ملحوظة في فلسطين في الآونة الأخيرة، إلا أنها طبعا لم ترقى لتصبح ظاهرة. التقرير التالي لمراسلتنا يارا العملة يستعرض حالة اختطاف تعرض لها سائق مركبة عمومية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود لنناقش هذه الحالة. يا الله. كان يوما عاديا، السائق عبد الكريم عفانه يسعى لكسب رزقه من الركاب المغادرين من قريته تل إلى مدينة نابلس، إلا أنه تحول إلى يوم لن يمحى من ذاكرته. بعد التفاوض مع أربعة ركاب وافق عفانه على إيصالهم إلى قرية جنوب الضفة الغربية تبعد عن مكان عمله مسافة 120 كيلومترا. فور وصوله إلى المكان تبين أنهم نصبوا له كمينا وأنه مخطوف. طلع الجماعة معي وقصدنا باب الله على الخليل لغاية ما وصلنا منطقة كويسة مخلت المي. مباشرة لحد ما وقفت الختيار فتح الباب ونزل على السريع. الشاب اللي كان راكب في النص نط مباشرة عندي هون، طفى الباص سحب المفتاح وقال لي تحكيش ولا كلمة. الشباب اللي كانوا بالسيارات في هذه اللحظة كانوا مباشرة عندي على الباب عندي وفتحوا الباب علي، ومعهم كان عصي ومفكات ونزلوني من الباص وأنا بقول لهم خير شو في يعني معكم، ليش تعملوا هيك يعني، شو صار يعني، شو سويت معكم؟ قال تحكيش ولا كلمة تحكيش ولا كلمة، كله هيك تحكيش بس تعرف بس توصل تعرف. قيل لعبد الكريم وهو مقيد إنه اختطف على خلفية ديون مالية، تبين لاحقا أن لا علاقة له بها. قعد وجايب لها الأوراق وما نعرف إيش، بكل إحنا بعنا غنم 90,000 دينار وباعوه 45,000 ونصبوا علينا وما عطوناش حقنا وخربوا ديارنا ومش عارف. قلت طب لمين بعد الغنم؟ صار يسمي لي فيهم. طبعا اللي شارين الغنم ناس من نابلس، أنا يعني هسه لو بكون بالطريق بعرفهم مش. يقول السائق إن هذه الحادثة جديدة ولم يسبق أن تعرض هو أو أي من زملائه لها من قبل، إلا أنها عززت لديهم مخاوف تكرارها. بعد اللي صار معي بصراحة يعني صار الشفرية أي واحد يصح له طلب وخاصة يكون بعيد يعني زي هذا الطلب على يطلع على الخليل على مناطق بعيدة مع ناس بعرفهم مش، يعني صاروا يخافوا يطلعوا هيك طلبات وصار يأثر على شغلهم نتيجة الحدث اللي حصل معي، لأنه كل واحد صار يتخيل أنه ممكن يتعرض لنفس الموقف اللي تعرضت له. الشرطة الفلسطينية تؤكد أن هذه الحالات فردية وتقلصت بشكل كبير بعد سيطرة الشرطة والأجهزة الأمنية على المناطق الفلسطينية. في كل عام تسجل الشرطة ما بين حالة إلى 3 حالات فقط لا يتعدى الأمر هذا العدد بسبب الخلافات المالية فقط، هذا الأمر يحدث في فلسطين ولم ترقى إلى مستوى الظاهرة حتى هذه اللحظة. ما يحدث في مناطق جيم الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة لا يطاله القانون الفلسطيني، وفي حالات عديدة يلجأ الناس إلى القضاء العشائري، قضاء لا يبدو قادرا على منع تكرار ما حدث لعبد الكريم. يارا العملة، التلفزيون العربي، من قرية تل غرب نابلس. وللتعليق على هذا الموضوع معنا من نابلس الكاتب الصحفي أحمد البيتاوي. أهلا بك سيد أحمد إلى التلفزيون العربي وشبابيك. يعني نبدأ بالحديث عن هذه يمكن الأحداث التي تكررت في الآونة الأخيرة، وأنت أيضا كتبت عن هذا الموضوع، كتبت مقالة مطولة، لكن أريد يعني لو نستعرض معك يعني بداية تنوع صور يمكن الخطف، وهناك أيضا موضوع الأساليب، موضوع الدوافع لارتكابها، لكن يعني خطف بسبب تسديد أو يعني الحصول على المبالغ المالية لمن استدان من يعني جهة أخرى، تكررت هذه المشاهد بهذا الشكل، لماذا تكررت ولماذا لجأ الخاطفون إلى هذا النوع من الأساليب؟ نعم، في البداية مساء الخير والتحيات لك ولجميع السادة المشاهدين. في الحقيقة ما حدث خلال الفترة الماضية والجميع أو الكل يجمع على أننا لسنا بصدد الحديث عن ظاهرة وإنما عن بعض الحالات الفردية. بالإجابة إلى سؤالك لماذا يلجأ التجار لهذا الشكل الجديد لتسديد ديونهم، القضية مركبة من عدة أسباب يعني يمكن إيجازها بشكل سريع.
بالدرجة الأولى أغلب الذين أجريت معهم مقابلات في هذا الموضوع أشاروا إلى أن الإجراءات البيروقراطية في المحاكم والنظام القضائي الفلسطيني هو كان أحد الأسباب الرئيسية. في المجمل النظام القضائي الفلسطيني يوصف عموما بأنه رتيب ومتساهل إلى حد ما مع التاجر الذي عليه دين كبير، وحتى أن بعض التجار يعني يعرفون هذا الأمر ويستغلونه. والمحكمة إذا كان هناك تاجر عليه، لنفترض مثلا دين بقيمة نصف مليون دولار، قد تحكم له المحكمة بسداد ما يقرب 1000 دولار بالشهر. ولكن أنت تتخيل متى يمكن التاجر أن يسترد دينه الكبير الذي يتجاوز كما أشرت نصف مليون دولار. فهذه أول نقطة، قضية النظام القضائي إلى حد ما يوصف بأنه متساهل. أيضا هنالك نقطة أخرى متعلقة بتواجد بعض التجار في المناطق المصنفة سي، ونحن كما نعلم حسب اتفاقية أوست نعم المناطق الفلسطينية تصنف إلى A و B و C. المناطق المصنفة C في العموم يعني لا تخضع للسيطرة الفلسطينية، وبالتالي قد يشعر التاجر بأنه حر وطليق بإمكانه أن يفعل ما يشاء. طبعا نحن هنا نتحدث عن حالات فردية محدودة، وأؤكد أن غالبية التجار والعلاقات التجارية خاصة ما بين شمال الضفة الغربية وبالتحديد مدينة نابلس وما بين جنوبها وبالتحديد مدينة الخليل، حيث تعتبر نابلس والخليل هي يعني عاصمتان اقتصاديتان مهمتان طيب في الأراضي الفلسطينية. نعم نعم سيد أحمد، أريد أن يعني أن أتوقف عن بعض توضيح لبعض الأمور. قلت بأن هناك يعني تقسيم لمنطقة سي ومنطقة جي، وأيضا إلى موضوع استغلال التجار يمكن للقضاء، لكن يعني التاجر الذي يدفع المبالغ الكبيرة لبعض التجار الآخرين، ألا يعلم ببعض هذه النقاط بأنه مثلا لو تاجر ما ذهب إلى المنطقة جيم لن يستطيع، أو القضاء لن يستطيع أن يعمل شيء، وأيضا موضوع القضاء بأنه لن يستطيع تحصيل المبالغ المالية الكبيرة. لكن أريد أن أتوقف عند نقطة أخرى، هناك بعض الحالات كما شاهدنا في التقرير تم اختطاف رجل يعمل على سيارة عمومية، يعني هذا الرجل الذي يعمل على سيارة عمومية ما هي المبالغ الكبيرة التي استدانها، وهناك حالات سجلت لأكثر من يعني أكثر من سائق أجرة للضغط عليه أو للضغط على يمكن أقاربه أو ذويه، وأيضا موضوع يمكن الحواجز التي تنصب، استخدام يمكن المفكات واستخدام يمكن الآلات الحادة. هناك تطور في الأسلوب بات يعني كما قرأنا وقرأت العديد، هناك مسلحون ومقنعون أيضا. نعم للأسف هي يعني تتنوع الأساليب والأشكال، وفي النهاية الهدف واحد هو محاولة تحصيل الدين. كما أشرت دعني يعني أعود سريعا إلى موضوع الأسباب، وأيضا وهي قضية مهمة جدا. للأسف هنالك ثقافة رائجة عند بعض التجار، وأشدد على كلمة بعض التجار وليس جميع التجار، وهي ثقافة عدم الدفع. هناك يعني علينا أن نفرق ما بين التاجر الذي يتعرض لنكسة اقتصادية أو ما يوصف بالكسرة باللغة العامية الفلسطينية، تاجر ينكسر وهذا قد يفهم عدم سبب يعني سبب عدم دفعه للدين، وأيضا هنالك تاجر قد يكون للأسف يعني تاجرهم قليلة جدا يعني يمتازون بالنصب. أما الصنف الثالث وهو ثقافة عدم الدفع كما أشرت، ودعني أتحدث عنها بشيء من التفصيل. للأسف هناك بعض التجار لديهم الأموال ولديهم السيولة الكافية لسداد الديون، ولكنهم لا يرغبون بدفع هذه الديون. هذه ثقافة للأسف مستشرية لدى بعض الأوساط التجارية، وحتى تشكو منها البلديات. هنالك بعض التجار تتراكم عليهم أثمان كبيرة بالكهرباء والمياه، وأيضا هنالك حالة من التهرب الضريبي. إذا ثقافة عدم الدفع للأسف قد تكون رائجة لدى شريحة من بعض التجار. نقطة أخرى أيضا مهمة وهي أيضا موجودة عندنا في الأراضي الفلسطينية، وهي غياب ثقافة إلى حد ما دراسة المشاريع ما قبل البدء بها، وهنا تكمن المشكلة، وقد يتعرض التاجر لعملية يعني الكسر أو الخسارة الكبيرة. عندنا للأسف قبل أن يقوم التاجر بإقامة أي مشروع لا يقوم بدراسته من جميع نواحيه، ويكون هنالك شيء من الارتجالية والتسرع. بعض التجار لديهم بعض السيولة يتسرعون في إقامة أي مشروع سواء كان تجاري أو اقتصادي أو ما إلى ذلك، وهذا قد ينتج عنه خسارة كبيرة لا يستطيع من خلالها التاجر سداد ما عليه من الديون.
طيب سيد احمد، يعني نتفهم موضوع بان التاجر يعني الذي يريد ان يحصل يمكن المبالغ الكبيره التي اكيد يشعر ب يعني على الاقل بحرقه كبيره، وخاصه بانه يعني لديه اموال كبيره موضوع عند اشخاص اخرين، وخاصه كما ذكرت بان يمكن هناك فئه لديها المال ولا تريد ان تسدد. لكن موضوع اخذ القانون باليد يعني واللجوء الى موضوع الخطف، هل يعني اريد ان اعرف هل موضوع يمكن الموضوع الامني، وخاصه بان الكثير لا يذهب الى الامن، وكما ذكرت يمكن او اشرنا الى عدم ملاحقتهم في المنطقه جي مثلا، او يعني موضوع لماذا لا يتم دائما الذهاب الى الامن على الاقل يمكن ان كان نفذ يعني يمكن موضوع الحوار او حتى موضوع المطالبه بشكل شخصي، يتم اللجوء الى الامن وهو الذي يلجا الى مثلا جلب الشخص او حتى المطالبه بهذا المال. يعني الان هل هناك في مثلا مشكله في الجهاز الامني او عدم ثقه من او عدم ثقه من التجار؟ نعم، أنا كما تحدثت خلال كلامي في البداية الكل مجمع حتى الجهة الخاطفة أن ما تقوم به هو غير قانوني. ولكن عندما تسأل لماذا تلجأ إلى هذا الأسلوب يقول لك آخر الداء الكي، أنا لم أدع وسيلة عشائرية أو اجتماعية أو واسطات أو ما إلى ذلك إلا وطرقت بابها، وبالتالي في النهاية كانت النتيجة صفر. أنا توجهت إلى الشرطة وإلى الجهاز القضائي من أجل استرداد هذه الديون، ولكن الشرطة أخلت سبيل التاجر وقسطت مبلغ زهيد بالشهر، كما أشرت عندما يكون مبلغ كبير نحن نتحدث عن سنوات قد تتجاوز 50 سنة لسداد هذا الدين. الشرطة وبلا شك يعني لها دور ملحوظ في هذا المجال، ولكن أيضا حجم القضايا كبير جدا، خاصة في قضية الشيكات الراجعة وما إلى ذلك، ونحن أمام جهاز شرطة فلسطيني إلى حد ما، لكن سيد أحمد يعني لا يزال في بداياته المرحلية الأولى، ولسنا أمام جسم قضائي أو شرطي يعني يمتاز بالحرفية التامة أو لديه إمكانيات حتى أيضا سواء كانت لوجستية أو ما إلى ذلك. صحيح. كل هذه الأسباب نعم. لكن ألا يعرض هذا الخاطفين إلى المساءلة القانونية؟ وأيضا هناك القانون، يعني القانون يفرض عليه على الأقل مدة من السجن. طبعا بالتأكيد القانون الفلسطيني في هذا الموضوع حاسم، وأنا تحدثت أيضا مع جهات شرطية وجميعهم أكدوا أن هذه الإجراءات هي غير قانونية، وكل من يقوم بأخذ القانون باليد سوف يعرض نفسه للمساءلة والمحاسبة، وقد يتعرض للسجن لمدة ما بين 5 إلى 7 سنوات. هنالك قانون عقوبات رادع فيما يخص الخطف أو تعرض حياة الناس للخطر. ولكن كما أشرت أيضا يعني بعض الخاطفين هم يعني يسكنون في مناطق مصنفة سي، والشرطة والجهاز القضائي الفلسطيني ليس عليه أي سلطة. نعم. هناك بعض المناطق الفلسطينية وبالذات في ضواحي القدس على سبيل المثال وفي مناطق قرى الخليل هي لا تخضع تماما لا للسيطرة الفلسطينية ولا حتى للسيطرة الإسرائيلية، وهذه المناطق هي أشبه بمنطقة كما أشرت تنتشر فيها بشكل كبير معدلات السرقة وحتى الجريمة والمخدرات وما إلى ذلك. الواقع السياسي أيضا كما أشرت يلقي بظلاله على هذه القضية. طيب. أشير هنا إلى نقطة سريعة أيضا فيما يخص أسباب هذه الظاهرة. للأسف هناك بعض التجار يعني يرغبون بالثراء السريع، لا يرغبوا يعني او لا يصعدون السلم كما يقال بالعاميه درجه درجه، ويحاول ان يصبح في قوائم الاثرياء والمليونيريه بين ليله وضحاها. صحيح. يعني سيد احمد، نعم استفدنا بموضوع التجار، لكن اريد ان اسالك، تذكرنا على الوضع السياسي، ذكرت على الوضع الامني، لكن ما يعني موضوع الوضع الاقتصادي، وخاصه بان عرضنا في التقرير يعني احد مثلا التجار استدان وكما ذكرت بانه انكسر. طيب انكسر وبعض التجار استدان حتى يدفع او يسدد دينه القديم، يعني بتنا كانه في حلقه مفرغه. الوضع الاقتصادي سيء، اريد ان يعني ان تشير ان أو ممكن أن نستعرضه، وأيضا موضوع التاجر، يعني ماذا يفعل التاجر؟ لو ممكن أن تتحدث مع كثير من التجار، لو ممكن أن يعني نستعرض بعض ما قالوه التجار عن هذا الموضوع، كيف يعني
بأنه انكسر وكيف استدان ليدفع مرة ثانية، ماذا يفعل؟ نعم، أنا أحد التجار أيضا تحدثت معه وقال أنه لا يملك ولا فلس، ولكن في المقابل قام برهن معصرة زيتون لضمان حق الجهة التي عليها دين كبير. أيضا هنا بعض التجار قد يلجأوا إلى العشائر، وهنا أيضا البعد الاجتماعي مهم في هذه المنطقة، خاصة في منطقة جنوب الضفة الغربية وبالذات في منطقة الخليل. على سبيل المثال، عندما يتعرض أحد أو يرتكب أحد الأشخاص جريمة قتل سواء كانت بشكل متعمد أو غير متعمد، نجد البعد العشائري يلعب دورا هاما في دفع الدية، وبعض الديات قد تصل في بعض الأحيان إلى مليون واثنين مليون دولار، وهنا يأتي دور العشائر. وهنا أنا أطالب أيضا بالقياس على هذا الأمر، وهنا أطالب بتدخل العشيرة والعائلة لمساعدة هذا التاجر المكسور. يجب المساعدة في سداد دينه، مطلوب مثلا على سبيل المثال من العائلات، وبعض العائلات تلجأ إلى هذا الأمر، والعشائر الكبيرة تخصص صناديق عامة لكل عشيرة أو لكل عائلة، ويساهم كل فرد فيها بمبلغ مالي شهري. هذا الصندوق يكون خاص للطوارئ، منها على سبيل المثال سداد الديون، منها بقصد العلاج، قد تكون لا سمح الله في حال حدوث جريمة قتل أو ما إلى ذلك، أو الأمر الطبي. هذا قد يكون أحد الحلول. العائلة في المجتمع الفلسطيني لا تزال متماسكة وقوية، وبالذات في منطقة الخليل وفي منطقة الجنوب تحديدا البعد العشائري عبد الله مهمان، وهذا قد يكون أحد الحلول وأحد الخيارات لسداد يعني هذا الأمر. تحدثت سيد أحمد على موضوع العشائر، وأيضا كنت أريد أن أشير إلى هذا الموضوع، أريد أن أسألك عنه وأيضا، لكن لماذا أغلب يعني من يتم خطفهم يعني لا يفرج عنهم إلا عن طريق التدخل العشائري؟ نعم، العشائر في بعض الأحيان قد يكون دورها أقوى من الشرطة ومن الجهاز الأمني. والمجتمع الفلسطيني في عمومه العشيرة وكبير العائلة يلعب دور هام، وهذا أيضا قد يكون نقطة ضعف وقد تكون نقطة إيجابية. ولكن العشائر كما أنا تحدثت مع بعض التجار الذين سواء الذي ظهر في التقرير عندكم أو غيره، قال أنه ما أفرج عنه إلا بعد تدخل كبير العائلة أو العشيرة، وهذا أيضا قد يكون نقطة مهمة في إنهاء هذه الملفات. في النهاية المطلوب من سواء كان التاجر الدائن أو المستدين الاحتكام إلى العقل أولا، الاحتكام إلى القانون. الغرفة التجارية هنا يجب أن تلعب هنا دور. أريد أن أسألك على موضوع الغرفة التجارية، سبقتني إليها، كنت أريد أن أسألك على موضوع دور الغرفة التجارية في حل يعني في حل أو متابعة الإشكاليات. دائما ما تكون الغرفة التجارية هي من تتابع في بعض الأحيان عند لجوء التجار إليها قبل الذهاب إلى موضوع يمكن الأمن أو الشكوى أو القضاء. نعم، أنا تحدثت مع رئيس الغرفة التجارية في الخليل، وأكد أن الغرفة ساهمت بشكل كبير في حل الكثير من المشاكل المالية ما بين التجار في الشمال في مدينة نابلس وما بين التجار في الجنوب في مدينة الخليل، وكان لها إسهامات واضحة وطيبة تسجل لها في هذا المقام. ولكن كما أشرت، ليس كل التجار عندهم هذه الثقافة، البعض يرغب بأخذ حقه بيده، وللأسف كما أشرت وهي شريحة لا تزال قليلة ومحدودة، يرغبون بأخذ القانون في اليد. البعض الآخر صراحة يعني قد لا يعول كثيرا على الغرفة التجارية، أو يقول أنني طرقت أيضا باب الغرفة التجارية ولكن دون فائدة. بعض التجار أيضا يبحثون صراحة، يبحثون عن الحلول السريعة. أنا أريد حل سريع اليوم، أنا أريد أن يعني أن أسترد جميع ديوني قبل نهاية العام. قد يكون معذور في النهاية، هو عليه التزامات وكل شخص عليه التزامات مالية، فهو لذلك قد يتغاضى عن دور الغرفة التجارية، قد أيضا يتغاضى عن البعد العشائري، قد يتغاضى عن التوجه إلى الشرطة أو الأجهزة أو القضاء الأمني، ويرغب بأخذ القانون بيده. كما أشرنا وأكدنا مرارا، هذا إجراء غير قانوني والكل مجمع عليه. نتمنى يعني في النهاية نتمنى أن يتم محاصرة هذه الحوادث وإن كانت محدودة وفردية. وأنا عندما تحدثت وأعددت التقرير عن هذا الموضوع، كنت أرغب بلفت النظر جميع الجهات وجميع الأطراف ذات العلاقة لهذه القضية، خوفا من تصاعدها، خوفا من كما أشار المتحدث باسم الشرطة المقدم لإزالة النقاط، نحن أمام حادثين أو ثلاثة حوادث كل سنة. نحن نتمنى
نتمنى أن تختفي هذه الحوادث بشكل كبير، ولذلك هنا وهنا يأتي أيضا دور الإعلام. نعم من أجل صحيح يعني سيد أحمد، لكن في حالة يعني حتى لو كان هناك يعني السعي الكبير ليمكن وقف هذه الحوادث، لو نسميها حوادث ويعني هي لكنها متكررة، أريد أن أسألك يعني هل فعلا هناك وعي كافي، وخاصة يعني موضوع التاجر، يعني التاجر يعمل بالحسابات ولديها وعي كافي بهذا الموضوع، لكن كيف يمكن على الأقل تكاتف الجهود في فلسطين لوقف مثل هذه الحوادث؟ نعم، أبدأ من حيث انتهيت. التوعية، التوعية هنا مهمة جدا جدا في هذا الموضوع. يعني أغلب التجار للأسف في المناطق الفلسطينية، لا أقول أغلبهم، ما عنديش في النهاية أنا إحصائيات ولا أرقام، بعضهم يعتمد الأسلوب التجارة العائلية، يعني ورث مصلحة عن والده أو شركة أو مصنع أو ما إلى ذلك، وقد يكون الذي استلم هذه المصلحة غير متعلم. يعني أغلب أو بعض التجار، لا أريد أن أقول أغلب، بعض التجار هم غير متعلمين، لم يدرسوا لا إدارة أعمال ولا محاسبة ولا تسويق وما إلى ذلك، وهذا قد يكون أحد الأسباب. وهنا يأتي يعني لماذا لا تقوم الغرفة التجارية بأشبه ما يكون بكورسات أو بدورات إن صح التعبير لهؤلاء التجار، من باب التوعية، من باب حفظ الحقوق، من باب طريقة تسجيل الديون. للأسف حتى بعض التجار لا يوجد عندهم محاسب، هذا الأمر أيضا قد يقع في إشكالية. يعني أنا بعض الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات، التاجر يقول أن عليه دين مثلا 100,000 دولار، التاجر الآخر يقول لا، المبلغ 70,000 دولار. يعني حتى التجار فيما بين أنفسهم لم يصلوا إلى رقم محدد. ليش؟ لأنه في الأخير في النهاية ما في عنده محاسب يضبط له الأرقام، يضبط له المدخولات، يضبط له المصروفات، وهذه كلها إشكاليات وأسباب تؤدي إلى تفاقم المشكلة إذا لم يتم معالجته ومتابعته من البداية. التوعية مهمة جدا، دراسة المشروع قبل البدء به أيضا مهمة جدا، وهنا أيضا يجب على الغرفة التجارية أن تقدم استشارات في هذا الموضوع. لا يوجد عندنا مثلا في الأراضي الفلسطينية، لا يوجد عندنا شركات تقدم الاستشارات سواء القانونية أو الاقتصادية، كما نعلم أنه قبل البدء بأي مشروع لابد أن يتم دراسته من جميع نواحيه، الجدوى الاقتصادية، الأرباح المتوقعة، ما إلى ذلك، العقبات التي يمكن أن تعترض هذا المشروع. كل هذه الأسباب المتراكبة والمترابطة قد تكون أحد الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه الحوادث. نحن نتمنى أن تنتهي، هذا كما أشرت، تطلب جهود وتضافر من التاجر أولا، من الغرفة التجارية ثانيا، الجهات القضائية والشرطية أيضا مهم، صح، البعد العشائري كذلك لابد أن يلعب دور في إنهاء هذه الحوادث. فعلا كل هذه يمكن يعني كل هذا التكاتف وكل الجهود التي تبذل في حل هذه القضية أو حتى اجتذاذها من جذورها، نتمنى كل يعني المساعي أن تلقى نجاح. على كل إن أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي أحمد البيتاوي، كنت معنا من نابلس.